الهدى هدي سكين. وين الصبح وين القفل مع مين؟ كبر الجرح تعبان يا هل حد العمر مجبور على المشوار، والأرض المليانة الصخر والحيل شو غدار. كرمة ضيع نقود والريح مجروحة، يمكن عصوت العود ترندحوا جروحة، يمكن تجي الوعود عالدرب الله يعين تعبان يا هلطهي. جبتك لهون لأنه بدي أحكي معك كلمتين، بس الله يخليك ما تعصب علي. خير أختي؟ شوفي ما في شي، أنا عم أشتغل ووضعي منيح الحمد لله، وبعرف إنه شغلك ما كتير ماشي، وأساساً واحد عم يدرس طب ما بصير إنه يشتغل، بقى الله يرضى عليك، خد مني هدول. أعوذ بالله أختي، أنت شو عم تحكي؟ أصلاً أنا كان بدي أحاكيكي بهذا الموضوع، بس يعني ما حبيت أحكي قدام أمك. بهي الله يخليكي، انا هذا الشغل ما بقى بديها، يعني والله مو حلوه بنته عم تشتغل بالفعاله. اي بس الشغل مو عيب. بعرف، بس لما تكوني اخته لو موفق بيكون عيب، عيب وعيب كتير كمان. بعدين اختي يعني انا وضعي صار ممتاز، اول كل شهر رح ابعث لكم مصروفكم وزياده. بقى الله يخليكي انا هذا الشغل ما بقى بديها. اخي والله انا كتير مبسوطه بالشغل، بعدين والله مصاريف الدواء تبع عمك بتهد الحيل. الله يخليك، خليني احس اني وحدي الي نفع بهالدنيا، ورح كون كتير مبسوطه اذا بتقبل مني هدول. لك اختي شو اخذ منك ما اخذ منك؟ عم اقول لك وضعي صار ممتاز. وفا انت اخوي الصغير، ليش عم تكذب علي؟ لما كنت نايم دورت بجيبك وما لقيت غير 150 ليره. ايه يعني طبيعي ما تلاقي، ما انا كل مصاريفي حاطهم بالشام. لا تكذب علي. عم قلك معي وانا عم قلك ما معك. يا ستي ما معي وما بدي اخذ، وسكري لي بقى على هالموضوع. هلا هيك؟ ايه هيك، وضبي مصاريكي والشغل ما بقى بدي. عم تسمعيني؟ مادي خيك بده اياكي. خيي؟ اي امي. انا نرمين بوصي لك يا امي، لا تسكري بوشي. انا ماني عرفاني شو سوي امبارح، نمت بالشارع وراي من محل لمحل. بوس جرياتك شو سوي؟ بالله ما كنت عرفانة هيك رح يصير. قليلي شو سوي؟ وينك انت؟ انا باللاصقي بروح عبيت خالتي. يا امي بوس ايدك،
يقتليني يذبحيني، بس لما تخليني نام بالشارع الله يخليكي. رجعي على البيت، بجي على الضيعة. تعالي وبيه بالله بيذبحني. بيك تعالي تعالي بسرعة. والله نحن خطينا، بس أمر الله. يا خيي نحن أولاد ضيعة وحدي، بقى الله يخليك لا تزيد علي. أنت خيي وراح تضل خيي. أبو أمل مات يا معادي. طب شو بسوي؟ موت حالي، والله رأسي بالطين، نخرب بيتنا ما حد سمى علينا، والله ذنبنا كبير. قلني شو بسوي؟ بوس جريك قلني. فوتي يا خيتي فوتي، والله اللي صار بجني، وهلا خافين نسوي شيء، وهنتي بالله مالك ذنب. فوتي خيتي فوتي فوتي فوتي. لازمك شي مالي؟ خذ الباب بطيار. حاضر. يسعد صباحك سيدنا. ساعة لترد؟ سيدنا عم يستنى المكتب ليبطأ. شو صار؟ مشي الحال، ضربوها. والوراق؟ اعتبرها صاروا معنا. بتجيبن وبتجي وقت بيصيروا معك. تأمر. سلم. إبراهيم وينه؟ والله إبراهيم نايم. أيوة نايم. قل له في واحد برا بده يعبي 5 غازات، يلا على السريع. العمى من وين طلعت لنا هالشغلة ولك الله؟ والله ما بعرف شو بدنا نعمل. يا زلمة أنا ما رحت معك لا مشان سرقة ولا مشان بطيخ. أنا رحت مشان تساعدك. معقولة يتبهدل مشان نساعد رفيقي؟ ولك انت ما تساعدنا ولك ما اخذت نص المربح يكر. هلق ما قلت لي انك هجمت علي على البيت وما حكيت لحدا. مزبوط، بس بوقتك كان فيها تحكي مشان ما تنفضح. بس هلق نامت عندك واذا عرفوا اهلها بموتوها. معقولة والله، بس والله كل خوفي ما حكيت اليوم تحكي على بكره. شو يعني نقتلها مشان ما تحكي؟ نقتلها والله. ترى لك البنت طماعة كتير، وقد ما اعطيتها بضل بتقلكها. وانا برأيي ضل اعطيها وما رح تحكي. طعك والله ما تحكي ولا كأنه يهمك الموضوع. شكرني قاعد على بنك انا. قلت لها انك سرقت شيء؟ لا، خفت قدامها شيء. والله شوي. لك يا زلمة ليش؟ لك كنت في جاد بالموضوع. نعم معقول يا زلمة مشان جيجي حق ازاز فرنقات تتبادل تنكشف قصتنا؟ لك شوفي اخ يا بلبر طلال شو بو عم يشتغل هو ناجي لحاله. شو عم يشتغلوا؟ ما بعرف، بس وصلتني معلومات اكيده انه امبارح بالليل عاملين تهريب مرتبه. وليش ما يقولوا لنا؟ تذكر طلال وقت اللي قال انه رح يجيب سياره من لبنان ويركب عليها نمره سوريه؟ ايه. بتتذكر وقت شو قال بالضبط؟ شو قال؟ لك شبك اليوم مسطي؟ شو بناس هالقوم؟ شو جاي تفيدني مشان تبهدلني؟ بتتذكر وقت اللي قال انه كلك اليه؟
مخدرات. لا زكي شلون لقطها؟ لك ايه كمل، لك شو كمل، خلصت القصة. السلام عليكم. اهلين وسهلين. اهلين مازي. وعليك السلام ورحمة الله. بعد نص ساعة، بعد نص ساعة. ايه وليش ما قلنا شو عم يخطيط؟ لأنه بيعرف إنه ما رح نوافق على مخططاته. لك ينباع بستين قرد إن شاء الله بيتبهدلش. لا فهيم حبيبي، لا تستبعد إذا الله الطلال يجيب رجلنا بالقصة. لا 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 ما بظن، خد مني. إيه لا ظن حبيبي ظن، أنا طلال بعرفه منيح، بعدين نحن شركاته، يعني إذا انلقط راح تكون رجلينا بالفلقة سوا. حما يعني وضعنا ببكي دائما. شو الحل؟ شو الحل؟ يعني يا لازم نواجهه أو لازم نلاقي لنا شي دوباره. عم مواتي، عم مواتي. سلام تراس جنة عمي. الله يسلمك. سلام تراس جنة. الله يسلمك. الله يسلمك. حبيبي احنا صار لازم نزل على الشام، ما قصرته وهنا لبكت كين معي. انت شو عم تحكي يا خال؟ عيب هالحكي، نحن اساسا يعني مو حابين نتركك ابدا، بس الشباب عندهم دوام وانا مضطر ارجع. مثل ما بدكي ولا تقلقوا علي، هنا صرت مني. حبيبي قبل ما اروح في اللي عندك طلب امور خال؟ ويعني الحقيقه يعني قول خالي قول. بدي تثبت لي انه انا خالك عن جد. لا يا خال دمي لا حبيبي. لا يا خال بس خلي مصاريف العزاء بعرفها كثيره، وهي عوايدنا بكل مكان. لا اذا صار شي معي لا سمح الله وما حبيت تساعدني بعيد الشر عنك يا خال. هاي الشغله الاولى. الشغله الثانيه، انت بتعرف انه انا بحبك كثير وغالي علي. انت بتعرف انه انت وجواد بالنسبه لي بكفي وحده. الله يخليك. قال أنا بدي أروح زور بيت نرمين. حبيبي أمر الله صار، بعرف القصة مو سهلة عليك أبدا، بس البنت طلعت على الشام لأنها بتحبك وحابة تشوفك، وعمرها صغير بيخليها تعمل لك اندفاعات مو محسوبة. خلي أنا بروح شوف أمها وأطمن عليها، بدي أطمن على هالعيلة اللي ما حد سأل عليها بهالمعمعة كلها. ماشي يا خال، أرجوك تفهمني. بدي أروح أنا والشباب، وبس نرجع بدي أقعد معك شوي نحكي. لاحظ يا خالي أنا عم بحكي مع عامر، الشاب الطيب اللي أنا فخور فيه وبحبه، وكل قصص العالم ما ممكن تغير بأنه هو فارس الطيبة. ماشي حبيبي، أنا رح فوت أخذ الشباب معي وانت رجع على الشادر. يلا حبيبي. والله في احلى من افلام عبد الحليم. حق الله شق القلب شق. وحكيك مثل ما بيحكي. شو حكيكي؟ منيحة بالدسوة. أنا مش حسيبك يا منى. وكل عمري رح تفضلي جوا قلبي. يلا قولي غازليني حكي. بابا مش حيوافق يا أحمد. لك قلت لك غازليني، شو دخلوا بي بتسع شري بالنص؟ عشان ضحكت هلا بفيقوا الأولى. بفيقوا شو ما نسرق. يلا قولي قولي. يعني بتعرف؟ لا والله بعرف. بدك بحبها. يا
العدالة يا إبراهيم، والله حلقة بتوجع القلب. قالت واحدة من كثر المحقيرة تهرب من بيت أهلها عشان يموت أبوها من هالعملة. الله لو وفق بناتها تجيب بلا تربايته. مرحبا. أهلا. ست معادل موجودة؟ موجودة. مين حضرتك؟ نحن ضيوف من الشام. أهلا وسهلا، تفضلوا. شكرا. هلا تفضلوا. أهلا عيني. كيفك يا أم عادل؟ أنا وضاح، جواد حمام. جايين نشرب عندك فنجان قهوة إذا بتستقبلوا ضيوف. خير شوفي. ولا هيك على الواقف؟ أنتوا أهل الكرم والضيافة. ما تأخذونا، تفضلوا. شكرا. شكرا. ما بينت نيرمين؟ يا ست معادل، نيرمين لما نزلت على الشام نحن اللي كنا معها. نحن رفقاته العامر بالشام، وجايين لهون لحتى نحلف لك بأن هاي البنت ما ارتكبت أي غلط. غلطتها الوحيدة أنه ما خبرتكم بسفرها. والله العظيم يا خالي، يعني هي صحيح غلطت أنه نزلت على الشام، بس لمسامح كريم وانتي قلبك كبير. يا معادل، انا مثل اخوكي وجاي عندك هلا لحتى نحل هاي المشكله ونتساعد فيها. هلا البنت بتكون مرعوبه وخايفه، والانتظار ما راح يحل شيء، بالعكس راح يعقد الموضوع. نحن هلا راح نطلع من هون نروح لعندهم عامر وراح نحكي معها، بلكي الله هيك بيساعدنا ونقدر نصفي النفوس. خالتي كأنه ما بدك تردي علينا. نحن مستأذن ست معادل، نحن مقدرين صعوبة الموقف. الله يكون معك، خاطرك. يعطيك العافية. عجبك يا بنت الكلب؟ موتي
ابو عامر ادفع عليك. ادي يا بقرة ادي يا كرة. خلاص خلاص ما تضرب بقرة خلاص. ادي موتة وخليت اسعدني. موتي يا ابو عامر. خلاص يا بقرة. خلاص يا بقرة. خلاص يا حسون. خلاص يا عمي. عمي يا بزيلة. ليش ما تضرب عليه؟ ليش ما تضرب هي اللي قتلته يا ابو عامر مش ارميه. لازم تموت بالنار. طب يا زيلة يا عمي يا بزيلة. الله يعافي. بدي اشوف رئيس القسم بعد اذنك. شو بدك فيه؟ لا والله موضوع خاص لازم اشوفه شخصيا بعد اذنك. طيب قل لي وانا بشوف اذا الموضوع خطير بفوتك لعنده. انا اسف يعني لازم اشوفه له شخصيا. اوف لهالدرجه الموضوع خطير؟ ايه طبعا. شو بيخص امن البلد يعني؟ طبعا. طيب لحظه خلي تفضل. تفضل. احترام سيدي. شو الموضوع يا ابني؟ سيدي أول شيء بدي إياك تعطيني الأمان. والموضوع اللي أنا جاي من شأنه سيدي بخصني وبدي إياك تحميني. عليك الأمان. احكي. سيدي بتعرف وضع البلد يعني ما في شغل مثل العالم. وأنا لأني فقير سيدي وما في مين يصرف علي اضطريت اني اشتغل بالتهريب سيدي. وبعدين عود لشو سيدي؟ نحن اربع رفقات نشتغل مع بعض. ليوم اجى طلال وقال للشله انه رح يهرب مخدرات سيدي. ايه كمل. الله وكيلك سيدي نحن ما قبلنا اول شيء بس بعدين حسيت انه طلال ما رح يرد علينا وراح يدخل مخدرات على البلد سيدي. روق شوي واحكي وحده وحده. طلال مين؟ وشو اسمه؟ وين ساكن؟ وشو كنتوا عم تهربوا؟ احكي بهداوه لافهم عليك منيح. اسمه طلال الونش سيدي. الونش؟ نعم سيدي. هدول سيدي جدهم كان يسوق ونش كبير قاموا لقبوه ببيت الونش. طيب سيدي كنا نهرب دخان ومشروب وسمنه و ايه بس سيدي انا شاهد مو هيك؟ هلا كمل وبعدين بنشوف وضعك بالقصة. ايه بس سيدي انت اعطيتني الامان. لا تخاف انا رح ساعدك مثل ما وعدتك. هدي شوي واحكي لي على مهلك. قل لي بالاول شو بتشرب؟ لا سيدي ما بدنا نغلبكم يعني شو قهوه ولا شاي؟ مرحبا حب. أهلين يا حب. بدي بهية شريك. بهية؟ ايه مو بيت أبو موفق هون ولا أنا غلطان؟
بلا هون خير. شو بدك؟ قلها جهاد. شو أخي بدي ضل كتير ناطر؟ في واحد اسمه جهاد على الباب بده ياكي. ايه هذا المتعهد اللي بنشتغل معه. لك شو جابك لهون؟ تليفونكم معطل ما لقيت طريقة غير اجي. لك انت مجنون، يلا روح روح. اليوم جاي صاحبنا الساعة 6. لك ما بقدر. شو ما بتقدري؟ بدك تقدري. لك ما بقدر، أخي الكبير هون ما فيني أطلع من البيت. دبري لك شي قصة، ضروري. جهاد، بوس إيدك روح، عمل لك ما بقدر اليوم. اليوم الساعة 6 وبلا أخوك وبلا حركات. لك ما فيني، خلص روح بعدين بنحكي. روح. في ورشة جديدة ولازم يكون بالشغل الساعة 6. ما راح تروحي؟ ليش أخي؟ لأنه ما عاد بدي إياكي تشتغلي. إيه بس أنا وعدته. هلأ ما تقولي لي وعدته، عم قل لك شغل ما بقى بدنا. ليش ولك ابني؟ الحالك ما بتحسن. أمي الله يخليكي بحسن، هاي شغلتي. خلص خلص نحكي بعدين. لا ما بنحكي بعدين، هلأ خلص خلصت السيرة. أخي مدري كيف شكله، واحد مايع نازلي طاق بالعلكة. ونمت امبارح عند رفيقتي. وين رفيقتك؟ نهاك. وين سلكني؟ لاصقي. شوفي هاي المرة إذا بتطلعي كسابي بتعبحك بدياتي، فهماني؟ لا يا أمي نمت عنده. ولك لبقى تحرفي فيه، لبقى رفيقتك ويسيكني باللاصقي. سيكني أبعرف وين، بس بعرف روح لعندها. أطبخ جزيلي تيابي، بدي أنزل على اللاصقي أنا وهالكذابي. شوفي باللاصقي يا أمي. بدي روح شوف إذا هالكذابي نامت عند الجماعة ما تقول عني. حاضر. ولك يلعن ابو هالعيشه، ولك يلعن ابو هالعيشه، ولك يلعن ابو هالعيشه، يلعن ابو هالعيشه كل اختين وضرب. ولك يلعن ابو هالعيشه، ولك انتو اهل، انتو ولك انتو اهل بالله بتخلوا الواحد يفكر ينتحر. ايه بالله ولك انتحر، يلا انتحر. ركب ينضف البيت منك ولا قلي ما راح انطرك اذا انتحر. انا بدي اقتك بدياتي. ويلك وينك إذا بتطلعي كذابي هالمرة؟ وينك مني؟ ولك إيه؟ ولك إيه ما أكذب؟ أنا ما نمت عند رفيقتي، ما نمت عندها. ظننتي وليه؟ نمت عند بو شاهين. بو شاهين؟ إيه؟ ما كنت بعرف حدا. وين بدي نام؟ بالشارع؟ Thank you.
شو حاجبت أنا شو حاجبت أنا شوف سلوم، أنا راح وقف معك للآخر وما راح أجيب سيرتك بالقضية إلا كشاهد. كتر خيرك سيدي، بس على شرط. مرني سيدي. بدي اياك تخبرني عن تحركات المجموعة أول بأول، وبس يصير شي تهريبة بتجي لعندي فورا لهون وبتخبرني. والشمدة ما بدي اياك تجيب سيرتها لحدا بنوب، مفهوم؟ حاضر سيدي. أساسا أنا ليش اجيت لعندك سيدي؟ إلا مشان ريح ضميري وخبر عن هدول اللي عم يأذوا البلد سيدي. احترام سيدي. يا ابني خدوا على الديوان، بتحط لي عنوانك ورقم تليفونك وبتخبرني اول باول مثل ما اتفقنا. حاضر سيدي. يلا نشوف. يعطيك العافية سيدي. قال بده يخبرني على اللي عم يزور البلد. لازم تعرفي انه عندي هيك بالدنيا كلها. انا مع الحكي اللي قلك اياه وضاح. وبيك؟ بي لو كان عايش ما كان رح يقبل باللي صار. اللي صار انه ابو عادل قتل بيك. بس يا امي هند انساها كيف، بس انا فيني انسى. انت بحياتك ما كنتي هيكي. والله موت تبيك وسرقة الأرض خلوني حجر. بس أنا أعتقد أنه أبو عادل كان بده يقتل بي. الله بيحاسب على النوايا. أنا بقدر. اللي بعرفه أنه أبو عادل قتل بيك ولازم يتجازى. بس يا أمي في عالم برا ما لازم أترك لحالي. طب اسمعيني شوي. شو؟ إذا رحت عن بيت أبو عادل تزعلي شيء؟ لازم نستنى قبل ما نساوي أي شيء. بس وضعنا بالأرض لك طلال. بس لا تنسى يا صاحبي، بس ناخد 100,000 من أبو عدنان نقعد نتشبرق فيهم على كيفنا. طيب الأوراق شفتهم شيء؟ بس بظن لك إنه هن شوية عقود على شوية سندات أمانة هيك شيء يعني. يا سيدي كان لازم تشوفهم وعلى أقل من مهلك. لك شو فهمنا فيهم يا صاحبي؟ شو فهمنا فيهم؟ بس إذا فهمنا بيصير فينا ناخذ من أبو عدنان أكثر من 100,000. شو بنا طلال؟ معلم أنت فتح لي مخك. لك بعرضي بيفرمنا. يفرمنا؟ شوف يا صاحبي، أبو عدنان دخلنا معه باتفاق ونفذناه وصلى الله وبارك. بعدين مو أبو عدنان يلي بتلوى إيده، ولا تنسى أنه المبلغ اللي أخذناه أكثر بكثير من اللي كنا بنحلم فيه. إذا قصدك المصاري، المصاري مزورة. بنلاقي له تصريفه. بعدين أبو عدنان واوا إذا لعبنا معه بيحرقنا. ما بيطلع بإيده شيء إذا كانت الوراء معنا. إيه بس كل البلد معه، يعني ورانا حق فرنجين. لو كان حق فرنجين مثل ما عم بتقول ما كان لف 50 كيلومتر ليخلينا نجيب له إياها. لك الله لا يحرمك الفهم، أبو عدنان اختار أقصر طريق يا صاحبي. ما فهمت. مو ضروري تفهم، المهم ما نتبهدل. سيدي مثل ما بدك.
بس انا زلمة طفران وبدي مصاري. لو لا تستعجل على رزقك يا مواطن، كل شيء بوقته حلو. تصبر عليه ولا بتاكله حامض؟ مصبر سيدو. واذا صبرت على نار هادية بتاكله بالشتوية زبيب. شو هو؟ العنب. يقبرني ربك، هذا هو الفهم اللي كنت عامل لك اياه. الله لا يحرمك مني. موفق، خليك انا مفتاح. لا خليك انا مفتاح. وين بهية؟ عفوا وين بهية؟ لك انت مين مفكر حالك عم تحكي معي بهالطريقة؟ انت اخوها؟ هذا الشيء ما بيخصك، وبهية ما بقى بدها تشتغل. انت موفق. سبق وقلت لك انه انت ما دخلك. يلا من هون اذا بتريد. طيب قلها مرات جهاد. منو هان؟ بعدين شو الجرأة اللي بتخليه يسأل عنك بهالطريقة؟ أخي والله أنا. أنتي شو؟ بهي فهميني، في حدا محترم بالعالم بيسأل عن بنت بهالطريقة؟ هذا المتعاهد اللي بيشتغل معه. متعاهد شو؟ طب أنت هدي حالك شوي مشان أعرف أحكي. تفضلي، عم بسمعك أنا. أخي لما شفت أنه حالتنا دائرة وأمي لازمها قبر، رحت وتدينت منه مصاري وقلت له برجع له إياهم من يوميتي، وشكله تضايق على مصرياته لأني ما رحت اليوم هالشكل. وقديش تدينتي منه؟ 3000 ليرة. 3000 ليرة؟ هي كلها راحوا مصروف للبيت ودواء لأمك. أنت ما تهكي الهم، أنا برجع له ياهن من شغلي. عم قلك ما بقى بدي اياك تشتغلي. الشغل مو عيب موفق، بعدين بتسلى. ليش ولك ابني؟ كل البنات بيشتغلوا وبيساعدوا أهاليهم. خلص أخي، أنت اهتم بس بدراستك، نحن منعرف كيف بدنا ندبر حالنا. وعليكم السلام. يا اهلا وسهلا. صباح الخير. يا اهلا وسهلا، تفضل. كيف الشغل؟ ان شاء الله تمام. والله الحمد لله يا ميت اهلا وسهلا. كيف الامور؟ ان شاء الله استقريت؟ يعني شوي شوي عم تبلش يعني تستقر. صلحنا الكراسي والطاولات واشترينا شويه اغراض بدل اللي انكسروا، يعني الحمد لله. ايه الحمد لله، احنا بنعرف ظرفك منيح، بس كمان انت بتعرف ظرفنا. عمي عيسى، السندات لازم تندفع بوقتها، لأنه نحن مرتبطين مع ناس تانيين وأنت ما نغشي مع السوق. بعرف، والله بعرف، بس يعني بصراحة أنا طمعان فيكم شوي، بركي بتأجلوني. أجلناك منيح. أنتوا ما قصرتوا، بس مثل ما شفتوا جتني هالضربة على راسي، رجعتني لورا كتير. والله نحن مقدرين ظرفك، بس مثل ما أنك مرتبط معنا كمان نحن مرتبطين مع ناس تانيين. بس من شان ما تقول الجماعة تخلوا عني وخنقوني، راح نمهلك شهر كمان، بس بعد هيك ما ضل تأجيل. يعني شهر؟ ماشي الحال، كتر خيركم. معادي. شو يا معادي؟ كيف بدنا نضل واقفين برا؟ ما في شيء نحكي يا ابو خليل. معادي عامر شب طيب وجاي طيب خاطري. احنا قتلنا له بيو، ابي يصير يفوت على بيتنا. لك انت شو ما تحكي يا خيي، أبدي يعلق مع أمه، نحن لازم نروح لعندي. شوفوا خالتي هنا، بعرفك منيح،
انت شاب طيب مثل بيك الله يرحمه، بس امك ما راح تقبل بهالشيء. بقى الله يخليك، روح روح عن خالتها، روح قبل ما حدا يشوفك بدق على بيتنا. بس انا يا خال ابني ابني، نحن زاربنا كبير قبل حال هيك يا خلاص. اترك الموضوع شوي، انا بشوف امك وبخليها تسامحنا. جيدكن عراسي عراسي من فوق. الله معك. مع حق، كنت عملت واجبك، وانا رايي من رايك، خليها تتهدى النفوس وبعدين بنلاقي حل. انا كان فكري ما نكبر الموضوع، مع انه لساته دمي فاير، بس قلت لحالي غالي وراح ومعادي ما لزم. كله من هالنشتين يرمي. بدك تضلي هيك يا؟ شو يعني هيك يا؟ ما انك ما تحكي معي. شو بدي احكي؟ لك يا هالدوبي، لك يا هالدوبي، انا محتاجت لك كتير. انت بحاجة حدا. ولك يا هالدوبي، ما حدا ما يحكي معي، لا بالمدرسة ولا بالبيت، بالله رح طق. ولك كل انسان بيغلط. والله العظيم ما كنت بعرف انه هيك رح يصير. انا قلت لحالي بروح لعند عامر بغير جو، بس ما بعرف تكركبت القصص وفاتت بعضها البعض. لك يا هالدوبي الله يخليك، ولك متحسسيني انه انا مجرمي. ولك يا رب وقف معي، يلا وقف معي يا رب. حامل ام حصون ما بي ليلك رمح والهد هدي سكين، وين الصبح وين القفل مع مين؟ كبر الجرح تعبان يا هل حد العمر مجبور على المشي.
عشي وغدار. كرمك كرمك ضيع النهود والريح مجروحة، يمكن عصوت العود ترندح وجروحة، يمكن تجي الوعود عالدرب الله.